أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أما مسألة الحق والحكم، إذا تشوفون كتاب الذريعة فقهاء متعددون كتبوا رسالة مستقلة في بحث الحق والحكم، شنو الفوارق بين الحق وبين الحكم، مع عدم الخلاف وعدم الإشكال في أن الحق كالحكم لازم يصل من عند الله عز وجل، لأن الحكم إلا لله، الحق نوع من الحكم الذي جعله الله. وباعتبار أن الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه بحث إجمالا في المكاسب بحث الحق والحكم، ولذا الشروح المفصل للمكاسب مثل شرح الماماغاني بحوث مفصلة عليها. فالي وأما مسألة ذنبي على كل هاي نسيج اصطلاحات، الضرورة يعني شيء ما اختلف فيه اثنان، الأصل المتلقى يعني من القدماء كلهم هكذا تلقي عنهم، وباعتبار أنه هذا فتشي هذا يش أخذه لعله السيد البروجردي من المحقق الحلي في كتابه المعتبر، يقول إذا رأينا أصحاب الشافعي، أصحاب أبي حنيفة، أصحاب آخرين مشهورهم توافقوا على شيء نكشف بذلك، يعني العقلاء، يعني هذا كاشف عقلاء يعني ظهور يكشف عن أن الرأي أبي حنيفة هكذا. هذا المحقق في المعتبر يقول له سيد البروجردي لعله أخذه من ذلك بتعبير آخر. بالنتيجة هذه استظهارات فقيه يستظهر هكذا. بله. السؤال حول المرضعة قليلة اللبن، ما حكم صومها؟ فتأخذ الأيام الأولى. فبالنتيجة إلى كونها ترضع طفلا، فكيف تقدم الصوم مثلا أو تؤخر الصوم مثلا إذا كان أول فترة ولادة هذا المولود واحتياجه إلى اللبن لبن الأم، أو أنه يكون الصوم في آخر مدة مثلا؟ الجواب نحن مطلقات الأدلة. هناك أيضا اختلاف بمعنى أنه إذا كان الصوم مضيرا لها أو للمولود، هنا مورد بحث يكون أيهما يقدم وأيهما يؤخر، أي الضرر، أي الأضرار يقدم وأيهما يؤخر. إن إجماعية أما أدب مادر زرر نميزن ببتش زرر ميزن إن محل بحث. فنحن والإطلاق الوارد حيث لم يرد هذا القيد بكون أي الفترات تكون أنفع لل أي الطفل وأيها لا يكون، أو مثلا أقل شيئا نفعا، فنحن والإطلاق وليس في الأدلة هذا القيد. ما هسي ما إطلاق إن قيد كتو روايات نايمة دي فقهة من قيدنا كأرنا. السؤال بالنسبة إلى الشيخ والشيخة، الظاهر أنه من الآية المباركة بأن السقوط الصوم بالنسبة لهما بنحو العزيمة للرخصة، لأن الآية القرآنية في أولها ذكرت وجوب الصوم، ثم أخرجت من وجوب من السياق صنفان، أولا المريض هكذا المسافر، والفقرة الثالثة القسم الثالث وعلى الذين يطيقونه فعدة من أيام أخرى. فإذا كان للشيخ والشيخ قضاء فلا معنى للفدية. الجواب أنه كثير من
الكلمات لم ترد في القرآن. أيضا يجب عليكم ملاحظة النصوص الواردة لهذا. انظر العروة والحواشي. من دون ما همه حرفا رو که قرآن نزده شما روایات رو به جنب قرآن بگیرید. السؤال على أنه وأن تصوموا خير لكم، فهذا لا يرجع إلى وعلى الذين يطيقونه، بل إلى صدر الآية المباركة، من كان منكم مريضا وعلى سفر. فكيف يرجع الضمير إلى، لا يرجع إلى المتصل ويرجع إلى ما قبل المتصل؟ وانظروا كتب الأدب بأن مقتضى الظهور بأن الضمير يرجع إلى المتصل لا إلى ما قبله. این را مغنی مکرر در آیات قرآن تو مغنی مکرر هست تو ابواب متعددش که همیشه مقتضای ظهور اینه که لفظ متصل بهش. و هذا من مسلمات علوم البلاغه بان القید يرجع الى المتصل اليه الا ان يكون هناك قرين على ان يصل الى ما قبل القيد أو الضمير المتصل. فالآية لما تقول وعلى الذين يطيقونه ففديتون، فمن تطوع خيرا فهو خير له. متصل بهش که قبلی برمیگرده، مگه قرینه باشه که به واسطه به اون قبلی برگرده. از مسلمات بلاغت. ببینید وقتی که قرآن کریم میفرماد وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. يعني شيء هي مدد مد كتو آية نيش شما درس از روايات برداشت میکنید عیبی نداره، اما میخواد خود آیه فمن تطوع خيرا فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خيرا لكم. نه ببینید اگه ادعای ظهور میکنید این خلاف ظاهره. اگه میخواد بفرماید قرینه داریم که این و انتصوم به قبل برمیگرده نه به این که متصل بشه. انما الكلام بالنسبه الى الشيخ والشيخه حيث فصل جماعه بانه الشيخ والشيخه اذا لم يكن لهم القضاء الصوم فلا قضاء لهم، واذا كان هناك نحو عسر وحرج فلا قضاء. فقط جماعتی تفصیل قائل شدن، گفتن اگه شیخ و شیخه روزه براش نمیتونه. سؤال آخر على أن صاحب الجواهر قال بأن الشيخ والشيخ يحتاجان في النهار إلى تعدد الأكل والشرب، ومن ثم يأتي بكلام صاحب القاموس بأنه إذا كان عمره بين 50 و60 فهو شيخ وشيخة. الجواب في الرواية أيضا، هناك في الرواية أكثر، نعم 40 وما فوق، ولكن في عدة من الروايات بأن الظاهر من أن الشيخ والشيخة ليس الملك والعمر، ولهذا تعددت الأقوال بالنسبة إلى الشيخ والشيخة. روايات هم در 40 بالا، روايات در شيخ 40 بالا. لا لهذا مشهور بين الفقهاء إنه شيخ والشيخة ملك سن نيست، ملاک قدرت و ضعفی که در افراد فرق میکنه. میگم لحاظت چند قول در شیخ و شیخ هست ببینید. بله. سوال به نسبت الى بله وعلى الذين يطيقونه يرجع الى صدر الايه المباركه فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من اخر.
الجواب انظروا بعض الحواشي فقال بهذه الكلمة أيضا بأنه لا صوم لا قضاء على الذين لا يطيقون الصوم. السؤال حول الأصل المتلقى، ما نظركم؟ الجواب على أنه يختلف عن التسالم، ويختلف عن التسالم، ويكون الأصل المتلقى صحيحا إذا لم يكن هناك تسالم، فالتسالم أقوى من الأصل المتلقى، والتسالم المأخوذ هو بالنسبة للمتقدمين والمتأخرين جميعا، وإلا لم يصح التسالم. بله بله جماعة همین بعضی تو حواشی عروه همینو گفته چند نفر همینو گفتن بله بله درست شکوبی شکوبی نقول قرینه قرینه لا 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 اذا تسالم اكو اتفاق كل شيء ما يوقع منين؟ لا لا يكشف منين نعرف أصل الرأي المعصوم؟ لا الأصل المتلقى صحيح إذا لم يكن هناك تسالم أو إجماع. التسالم والإجماع أقوى من الأصل المتلقى. تسالم لا قدماء ومتأخرين جميعاً. ولا هذا التسالم ما يسمى مثل كلمة الإجماع. أي 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 يعطى للحاكم الشرعي وارث من لا وارث له أي أي يصير سهم الإمام في حديث عن الإمام عليه السلام ليس له مالك غيري سهم الإمام يصير لا استصحاب العدم اكو استصحاب العدم اكو الا اذا احرز لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين اخر ما دام يقين اخر اما يقين وجداني او يقين تعبدي مثل بين قول الثقه امثال ذلك. السؤال الفرق بين الحق والحكم واحد الحقوق للزوج هو حق الرجوع فكيف يمكن إثبات هذا الشيء؟ الجواب على أنه ما ورد من الله سبحانه وتعالى وجعله حقا فهو حكم ثابت، وما ورد من الأدلة واستفيد من الأدلة بأنه حق بالنسبة للزوج فيتمكن أن يسقط الإنسان هذا الحق. هم واجب قبول کنه زوج اگر رجوع کرد ها در خلق دلیل داره که اگر السؤال بالنسبة للخلع ماذا تقول؟ الجواب در خلع اگر زن رجوع در بذل کرد وحق يعني إن طلاق بائن مش راجعي بعد أن رجع الزوج فعلى المرأة يجب أن تقبل فطلاق الخلع حيث كانت بائنة الزوجة ولم يكن لها حق الرجوع مع رجوع الزوج فيكون الطلاق رجعيا أي يحق له الطلاق الزوج طلاقش مش رجعي يعني هو حق رجوع داره ده رجعي
نه در رجعی که از اصل رجعیه واجب نیست، نه، اما در خلع که زن رجوع در بعض کرد طلاق با این شد رجعی، بله زن باید رجوع قبول کنه. بله خلاص میشه دیگه. بله بله چرا عده که میخواد. السؤال: لما كان للزوج حق الرجوع، فإذا لم يسقط الزوج حقه فكيف يمكن للآخر أن يسقط حقه؟ الجواب: لا نقول بإسقاط حق الزوج. انظروا تختلف المسألة، ففي مسألة الطلاق الرجعي فهي زوجة حتى تنتهي العدة، فيحق للزوج أن يرجع. فلهذا مع العقد، فالعقد لا يكفي لأنها زوجة، فإذا رجع الزوج فهي زوجة، فلا تحق لها للزوجة أن تقول لا لا أقبل لأنها زوجة. لأن المطلقة رجعتان هي زوجته، فلها جميع أحكام الزوجية. فقط أجر عده تموم شد خلاص میشه. بله هذا محل خلاف. جماعه قالوا وانا بنظري هكذا انه لا مائل حق، خلاص راح. اما جماعه قالوا نعم، صرحوا بانه هذا له الحق بان يعطي للامام عليه السلام او ل نائب الإمام، مو أنه يسقط حق ذلك إذا بعد 10 سنوات رجع إلى حق. لا، الكلام في أنه هل ظاهر أنه الإمام عليه السلام قال ليس له مالك غيري، يعني تبدل الملك، ملك من ذاك تبدل صار ملك الإمام عليه السلام، بعد ذاك إذا تبين ما إلى حق. ها لا لا لا، الإمام خلا يرمى. معنى إعطائه للإمام عليه السلام أو لنائب الإمام سقوط حق صاحبه. أي لا، مهم لا إطلاق أكو. إذا أكو مرتكز قبول، أمو ماكو مرتكز مو معلوم. ارتكاز صوره مو معلوم، اذا صوره معلوم كان ما يخالف. السؤال: بالنسبه لدفع المنكر هل كبرويا له دليل خاص؟ الجواب: انظر كلام الشيخ المرحوم الشيخ الانصاري، ذكر المساله وعبر ولم ومر ولم يتطرق مفصلا. الاصل العاده بالنسبه للمنكرات الصغيره، اما بالنسبه للمنكرات العظيمة بلا إشكال هناك ارتكاز على أن دفعها واجب. نسبة بمنكرات عظيمة بلا إشكال ارتكاز هذا كدفعش واجبة، أما منكرات نعظيمة كأز الشرع استفادة عظمته ومنكرته يا آدمية. كمن مثلا أراد أن يشرب ماء نجسا، هل يجب علي أن أدفع هذا الإنسان وأمنعه عن شرب هذا الماء؟ فلا يعلم ثبوت هذا الوجوب على الإنسان. بعضي قبتن في شروح مكاسب دار. نه واجبه در هر منکری؟ نه، دلیل چیه؟ دلیل اگه اشتباه موضوع داره که هیچی، خیال میکنه مسافر داره روزه میخوره، در موضوعات که اصلا نباید، یعنی لازم نی بگه. مگه موضوعات عظیمه خیال میکنه این قاتل پدرش میخواد بکشتش، من میدونم این قاتل پدرش نیست، نه اینجا من باید جلوگیری بکنم.
چون از شرع استفاده شده که خاصه این چیزا واقع نشه. اما در منکرات که از شرع این استفاده خاص نشده، نه نه حتی در فروج اگر یک کسی میخواد یک دختری را بگیره، من میدونم این محرمشه اما خودش نمیدونه. همین تازگی کسی از من مسئله پرسید، گفت یه زن و شوهر از هم جدا شدن سالها و دو تا کشور رفتن، یه پسر و یه دخترم داشتن، پسره توی شهر، دختر توی شهر بزرگ شدن، بعد پدر و مادر مردن، دختر و پسر به یه شرایطی به هم رسیدن. السؤال بالنسبة إلى من مثلا حتى المنكرات غير العظيمة، حتى في بالنسبة إلى الفروج والدماء والنفوس وأمثال هذه الأموال، هذه الأمور، فهل يجب دفع المنكر؟ الجواب نعم بالنسبة للأمور المهمة، ولكن حتى بالنسبة إلى مسألة مثل الفروج، حيث سألني قبل مدة شخص بأنه هناك رجل وامرأة تزوجا وأنجبا طفلان مذكر ومؤنث، فبعد مدة مات الأب والأم، ف كبر الأولاد وكل منهما يعيش في مدينة ما، وبعد مدة تعارف وأراد أن يتزوج، فهل يجب على الناس على أن يبينوا أنه هذا أنتما بمثابة أنتما أخوان أو أخ وأخت، فيحرم الزواج بينكم أنتم المحارم؟ لا يعلم وجوب ذلك. جهر يعني صوت جوهر دوشتواج یه وقت خودش نمیشنوه چون گوشش سنگینه. اگه جوهر السؤال بالنسبة للجهر في الصلاة، الجواب على أنه جوهر نداره بس جهر نحن وظهور كلمة الجهر والإخفات، الجهر أي يكون للصوت جوهرة أي ظهور، فظاهر كلمة الجهر أن يكون للصوت جوهرة، فهو عادة إذا كان له إذا كان سمعه عاديا مثلا يسمع الصلاة، ظاهر كلمة الجهر أن الصوت جوهرة دوشته باشه، ولو خودش عادة أجي عادي باشه سمعش مشنو وأجي جوهرة ولو ويجب أن يصدق عليه مسألة القراءة، أن يقرأ الإنسان هذا الشيء، والمسألة موجودة في العروة. صدور نميشه كمخوندن اسمشت، قراءة اسمشت، قراءة اسمشت. خلاص أي عروة داره أي مسألة رو حل بحثة مكفل. السؤال بالنسبة للسؤال الذي سئل، من احتمل أن يكون أن تكون هذه المرأة مثلا أخته، الرواية تقول فلعلها أختك من الرضاعة، والأصل مع الشك والعدم. السؤال بالنسبة إلى الأولاد، حيث كانوا يصومون كاملة، يصومون ويصلون كاملا في محل ولادة الوالدان، فما حكم صلاتهم وصومهم؟ الجواب، هناك رواية خاصة والظاهر إجماع في المسألة بأنه من كان وظيفته قاصر وجهلا أتم الصلاة وهكذا صام، فكان يجهل بالحكم الشرعي فلا شيء عليه. أما مورد الإجماع بأنه إذا بدلا من فلا قضاء له ولا إعادة، أما عكس ذلك إذا كانت وظيفته التمام وقصر، أو وظيفته الصوم فأكل،
فهذا عليه القضاء والإعادة القضاء، وإن كان حتى جاهلا بالحكم. السؤال حول الجلوس قبل أن يسجد للسجدة الواجبة، هل يجب الجلوس حتى تصدق السجدة؟ الجواب لا يجب الجلوس، إنما الجلوس الواجب فقط بالنسبة إلى الصلاة، وذلك في الصلاة الواجبة أيضا. أما في سجدة القرآن ف والظاهر ما سموه في العروة، فإن كان هناك نحو سجود كما كان في السجود وسمع صوت القرآن ومثلا قرأ السجدة الواجبة، فقال جماعة بأنه يجب عليه أن يرفع رأسه ومن ثم يسجد، وقال جماعة بعد من ذلك. فإنه من النظر الفقهي لأنه محل استظهار فمحل خلاف. محل النظر الفقهي النظر استظهار واجتهاد محل خلاف. شو تدخلنا؟ لا هلا سجدة نماز ليست سجدة شكر داره ميكنه. حتى سجدة نماز ببینید دليل در نماز گفته باید از جلوس سجده بکنه جلسة استراحة. انظروا الدليل في الصلاة تقول بأنه قد يقول بأنه يجب السجود من جلوسين. أما بالنسبة لغير الصلاة كسجدة تلاوة القرآن فإنه لم يستفد من الدليل على أنه يجب عليه إحداث السجدة، بل يجب فقط فيها كونه ساجدا وإن كان حتى في السجدة. على كل محل خلاف. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.